ناقصه في الفيديو 650 درهم. وعاد تخيل ايسات سيزيام جينيراسيون 8 في الرام دي دي ار 4 256 اس اس دي غتاخذها ب 2799 وماشي بوحدها. ملي تسمع الكترو السلام الارقام القياسيه شوف ركز معايا شوف لي بعد البيسي كيفاش داير. اللهم بارك ايسات الناس اللي كيسولوني على الايسات سيزيام جينيراسيون 8 في الرام 256 اس اس دي 8 في الرام دي دي ار 4 شوف ناقصه في الفيديو 650 درهم حتى 700 درهم عوض 3500 3350 3400 3000 درهم كاع الايسات سيزيام غتبقى فقط 2799 درهم. وعاد تخيل ايسات سيزيام جينيراسيون 8 في الرام دي دي ار 4 256 اس اس دي غتاخذها ب 2799 وماشي بوحدها. اختار الكاسك الجيمر اللي بغيتي هذا يساوي 150 درهم هاو تا الكاسك اللي بغيتي جراتوي فابور هاو 2799 شارجر اوريجينال تركز عليه مزيان هذه المساله هذه حيت الشارجر الاخوان راه مهم ومهم بزاف انه يكون اوريجينال هذا راه القيمه ديالو 300 درهم هاو اوريجينال زائد انه كتاخذ عليه ضمان من طرف الكترو السلام يعني كدير البيسي ديالك بحاله جيده بالضمان ديالو بلي كادو ديالو باحسن ثمن في المغرب 2799 درهم. اللي بغى الاخوان يستافد من هذا البرومو غنحاولوا تكون يعني فيها نهار واحد حيت الكونتيتي ما كايناش كاينه 20 قطعه اللي ديال لو سيت غنخليه لكم لوكاليزاسيون الناس اللي بغاو يجيو عندنا للمحل الكترو السلام كتبها في جوجل مابس غتجيبك حتى للمحل حنا كاينين في الدار البيضاء في انسي مشروع السلام جوج هذا مكان الاخوان تبارك الله عليكم.